السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الرياكتيف ريسيما، ودي بتشمل الريسيما مالتي فورم والريسيما نودوزم. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي الريسيما مالتي فورم. وهي يعني ايه ريسيما مالتي فورم؟ دي عباره عن ميوكوكوتينيوس اميون رياكشن بتأفكت على السكن وبتأفكت الميكوزا، بتحصل في وجود انفكشن في سيرتن بريديسبوزد انفيدوال. أسبابها كتير، ممكن تكون idiopathic في نسبة 50% of cases، أو ممكن تكون infection زي الفيرال مع الهربس سيمبلكس فيروس infection، أو بكتيريا مع الستريبتوكوكاي، أو فونجل مع الكوكسيديو أيدو مايكوزيس. ممكن تكون drug مع حالات النون استرويدال أنتي إنفلاماتوري drug والسلفوناميد والبنسلين، أو ممكن تكون أزر مع الحالات زي المالجنانسي بريجنانسي أو اللوبس. كلينيكالي بتبان بحاجة اسمها typical target lesion. typical target lesion او بنسميه iris lesion. التارجت ليجن ده وصفه ايه؟ بيبقى وصفه ان هو well defined flat lesion، بيبقى عبارة عن 3 zones. اول outer most zone ده بيبقى عبارة عن well defined erythematous او bright red ring. تاني زون يلي من ناحية جوه البيل edematous ring. بعد كده السنتر بتاعه بيبقى dark purplish center، وممكن يحصل فيه blistering وكروست. عندي الميجور سب تايب ده بيبقى بيجيلي بجنرالايزد ليجن، بتبقى التارجت ليجن واخده جنرالايزد افكشن للبادي ومعاها اكستنسيف بليسترينج، وممكن يحصل فيها ميكوزال افكشن للاورال والكونجكتيفال والجينيتال ميكوزا. عكس الماينور فورم بتبقى بتيجي في صوره تيبيكال تارجت ليجن بس بيبقى لوكالايزد ومعهاش ميكوزال افكشن. بنحب نفرقها من الستيفن جونسون سندروم او التوكسيك ابيدرموليتيك نيكروليسيس سبيكتروم، وده عباره عن دراج رياكشن بيحصل عباره عن اكيوت لايف ثريتنينج ميوكوكوتينياس ديزيز، بيجيلي في صوره كونستيتيوشنال مانيفيستاشن فيفر، بيجيلي كوتينياس ديتاتشمنت، يحصل السكن ديتاتشمنت، بيجيلي معاه سيفير موكوزال افكشن، وبيجي بحاجه اسمها اتيبيكال تارجت ليجن. الاتيبيكال تارجت ليجن ده انا بفرقه عن التيبيكال تارجت ليجن ان هو هنا بيبقى 2 زون عكس التاني 3 زون، وبيبقى هنا ممكن يبقى ريزد بابولار او فلات وبيبقى irregular. ممكن يحصل مورتاليتي في 30% من حالات التوكسيك ابيدرموليتيك نيكروليسيس. بعالجه ازاي؟ ان انا بشوف الاندرلاينج كوز، لو كان في دراج بوقفه في انفكشن بعالجها، بدي سيستميك استرويد وبدي انتي هيستامينيك. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي هي الريسيما نودوزم. الريسيما نودوزم دي عبارة عن inflammation حاصل في السبكوتينيوس فات، بتظهر لي في صورة tender red nodule. طيب أسبابها إيه؟ أسبابها برضو ممكن تكون idiopathic في percentage 20% of cases، ممكن تكون infection زي البكتيريال مع الستريبتوكوكاي مع الليبروسي مع التي بي، ممكن تكون مع الفانجل زي برضو الكوكسيديو أيدو مايكوزيس، ممكن تكون مع viral infection، وممكن تكون drug زي الأورال كونتراسيبتيف بيلز أو مع السلفونامايد. كلينيكالي بتبان في صورة ريتش بلوش نيديول حوالي من 1 to 5 سنتيمتر in diameter، وبتبقى لما اجي اعمل لها examination الاقيها ديب وفيرم وبتبقى تندر، بتجيلي على الشنو في تبيع. ممكن يبقى معاها جوينت بين وفيفر في بعض الحالات. هنا هي هنا ظهرالي ريتش نيديول، وانا لما اجي اعمل لها examination بيلاقيها فيرم وتندر، وهي لما بتبتدي تختفي بتسيب لي هايبر بيجمنتيشن زي ما ظهر هنا تحت. التريتمنت بتاعها بعالجها بنون سترويدال انتي انفلاماتوري دروجز. ثانك يو.